اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد فيما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الخطايا والذنوب ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا
وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واجعله يا الله حجة لنا لا حجة علينا. نور به صدورنا يا الله، نور به قبورنا يا الله، نور به صدورنا يا الله، ونور به قبورنا يا الله. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن يا رحيم. ها نحن ببابك واقفون، لا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين. أنت الكريم فأكرمنا، أنت الكريم فأكرمنا، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن المحتاجون، نحن المحتاجون. إن عذبتنا فنحن عبيدك، وإن غفرت لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. لا تؤاخذنا بتقصيرنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا ترد دعاءنا يا الله خائبا بكثرة ذنوبنا. سامحنا يا الله على ما قصرنا في رمضان، سامحنا يا الله على ما قصرنا في رمضان. لك الحمد يا الله كما سلمتنا لرمضان، فتسلمه منا وأنت راض عنا يا رب العالمين، فتسلمه منا وأنت راض عنا يا رب العالمين. من لنا غيرك ندعوه فيستجيب لنا، من لنا غيرك يا الله، يا كريم يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد. نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار،
اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ورقاب والدينا وجميع المسلمين والمسلمات من النار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا غفور يا ودود يا رحيم اغفر منا الذنوب واستر منا العيوب وحببنا إليك يا محبوب. لا تعلق قلوبنا بغيرك لا تعلق قلوبنا بغيرك لا تعلق قلوبنا بغيرك. املأ قلوبنا حبك يا الله املأ قلوبنا حبك يا الله يا رب العالمين. يا مجيب دعوة المضطرين استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء هذا الدين. اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير هذه البلاد وولي عهده وسخر لهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تعينهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم جاز أمير هذه البلاد بالإحسان إحسانا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال الخليج اللهم أصلح أحوال الخليج اللهم أصلح أحوال الخليج. اللهم وحد كلمتهم اللهم وحد كلمتهم اللهم وحد كلمتهم واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. لا ترينا في أحد مكروه يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد الشريف ولمن أذن فيه ولمن أم فيه ولمن صلى فيه من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع عبادك الصالحين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. ارحمنا يا الله إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا غيرك في ذلك الموقف يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم احسن خواتيمنا، اللهم احسن خواتيمنا يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، من كان منهم ميتا يا الله فارحم، من كان منهم ميتا يا الله فارحم، من كان منهم ميتا يا الله فارحم، اغفر له الذنوب يا رب العالمين، ومن كان حيا يا الله فارزقنا برهم يا رب العالمين، أطل عمرهم في طاعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.